السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. حلقة النهاردة 877، بيغيب عنا فيها الزميل الكبير المهندس عدل القيعي اللي سافر كرئيس لشركة الأهلي لكرة القدم رفقة بعثة الأهلي إلى كأس العالم للأندية في السعودية، اللي بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق. وعندنا التفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة عن المونديال، لكن كمان فوز الأهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا عن هذا الموسم في حفل الاتحاد الأفريقي اللي ما زال شغال في مراكش. الأهلي أحسن فريق، وبيرستاو نجم الأهلي أحسن لاعب داخل القارة، وتفاصيل كتيرة في جوائز الكاف هنيجي عنها بالتفاصيل. لكن في البداية خلونا ننعي الوالد الزميل العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب المدير الفني للقناة، بنشاطره الأحزان في وفاة والده، له وللأسرة خالص التعازي. وتقدمت إدارة شركة بريزنتيشن لايف وجميع العاملين بها بخالص التعازي والمواساة للأستاذ إيهاب الخطيب المدير الفني للقناة ورئيس قناة مدرستنا في وفاة والده، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. نادي الأهلي كمان شاطر الزميل إيهاب الخطيب التعازي، وعبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن خالص التعازي والمواساة لعضو النادي الأهلي الأستاذ إيهاب الخطيب مدير الفني للقناة لوفاة والده، متمنين للفقيد العزيز خالص الرحمة وللأسرة خالص التعازي بإذن الله. الحقيقة الأهلي جاية الأمور كلها في أوقات فيها كتير من التتويجات والاستحقاقات. إذا كان الأهلي سافر إلى إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، هينتظر في مباراة الجمعة إن شاء الله تعالى الفائز من مباراة الغد اللي هتجمع أوكلاند سيتي النيوزلندي الضيف شبه الدائم على كأس العالم مع اتحاد جدة السعودي ممثل الدولة المستضيفة للبطولة. كل التوفيق إن شاء الله تعالى لأبطال الأهلي في مباراة الجمعة بإذن الله تعالى. كمان المسألة جاية في توقيت قلت لكم النادي الأهلي النهاردة حقق نجاحات كبيرة في كأس في الاستفتاء الخاص بالاتحاد الأفريقي. بيرستاو نجمه فاز بجائزة أحسن لاعب داخل القارة، فاز تاو على حساب الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، والناميبي بيتر شالوليلي لاعب ماميلودي سان داونز. وكمان بصوا في جملة هذه التتويجات، هدف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي في مرمى الهلال السوداني فاز بجائزة هدف العام. والنادي الأهلي قلت لكم خد أحسن فريق، الأهلي كان عنده منافسة قوية جدا. ده هدف كهربا بعض اللقطات الثابتة عن بنفكركم بيه لأنه اختير كأفضل أهداف الموسم القاري. الأهلي كمان كان عنده منافسة قوية جدا بين ماميلودي سان داونز، لأنه سان داونز كمان فاز هذا العام أو هذا الموسم القاري بالدوري الأفريقي في أول نسخة للبطولة الجديدة، والوداد المغربي اللي كان وصيف الأهلي ووصيف الوداد وصيف سان داونز، يعني كان وصيف البطولتين في دوري الأبطال وأيضا في الدوري الأفريقي. لكن التصويت اللي بيتعمل من خلال المديرين الفنيين وكباتن المنتخبات وأيضا الإعلاميين المعتمدين أو الصحفيين المعتمدين، من خلال هذه التصويتات كلها استحق النادي الأهلي جائزة أفضل فريق. وكان مجلس الإدارة كلف الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة اللي بنقول له ألف ألف حمد لله على سلامتك، بعد أن تعافى سافر إلى مراكش ومثل النادي الأهلي في هذا الحفل. طبعا عن استحق منتخب المغرب جائزة أحسن منتخب أو أحسن منتخب أفريقي، لأنه الحقيقة اللي عمله في كأس العالم في الدوحة يخليه جدير بأنه ياخد أفضل الألقاب كأحسن منتخب في القارة عن منتخب كبير أو عن هذا الأداء الكبير في كأس العالم لكرة القدم بالدوحة. الجوائز الثانية كمارا موهبة السنغال أفضل لاعب شاب في أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه كمارا تنافس مع عبد الصمد الزلزولي لاعب
ريال بيتيس الأسباني، والسنغالي أمارة ضيوف لاعب مينز الفرنسي. نسرين الشاد لاعبة فريق ليل ومنتخب المغرب فازت بجائزة أفضل لاعبة شابة لعام 23. ضمت القائمة أو تنافست نسرين مع كونفورت يوبوا وأميم دراكو الغاني ودير ديبرو إيبون لاعبة بيتر سيرا أو لاعبة منتخب نيجيريا. الحقيقة المنتخب المغربي حتى للكرة الحريمي كرة الأنسات منتخب المغرب عامل حضور قوي جدا، وبقولت لكم قبل كده ده كله في إطار الحقيقة نهضة كروية شاملة في المغرب. إذا كنا بنتكلم على أفضل فريق يعني هتلاقي الوداد بينافس، ياسين بونو ممكن يكون ما عندوش أي صعوبة في إنه ياخد أحسن حارس، صحيح بينافس محمد الشناوي، لكن أعتقد ياسين بونو مع الأداء القوي اللي عمله مع منتخب السنغال مع منتخب المغرب في كأس العالم بقى جدير إن هو ينافس بقوة على اللقب. هو لسه لم تعلن النتيجة بتاعت خانة أفضل حارس، لكن أعتقد الشناوي عمل بطولة كبيرة جدا مع الأهلي في دور الأبطال، لكن ربما كان يزكي ياسين بونو إنه لاعب منتخب المغرب في كأس العالم وكان له حضور قوي جدا، حتى تجربته الاحترافية في أسبانيا كانت بتعليه. كان الإخوة في المغرب عندهم أمل أنه ياسين بونو يستحق الكرة الذهبية كأحسن لاعب أفريقي هذا العام، لكن أعتقد المنافسة القوية جدا خلته يكون موجود في فئة حراسة المرمى وبنفسه محمد الشناوي. هنقول لحضراتكم بمجرد ما يتم الإعلان عن هذه الجائزة لأفضل حارس مرمى هنشوف مين اللي هيفوز بيها. لكن النادي الأهلي يا جماعة لما تكون بتنافس بطل دوري الأبطال بطل الدوري الأفريقي ووصيف البطولتين الوداد ويستحق الأهلي هذا التقدير وهذا الفوز، خدوا بالكم ده تصويت من الفنيين والصحفيين، يعني الصحفيين المعتمدين وكمان الفنيين كمديرين فنيين وكباتن المنتخبات القارية. فلما يكون في تقدير لما أنجزه الأهلي خلينا نبني على ده، خلينا نبقى شايفين أنت وصلت لمرحلة هائلة جدا. نفس الجيل ده من اللعيبة، نفس الجيل اللي بيتعرض للانتقادات الشديدة وللرجم الإعلامي تقريبا كل ساعة، أديكوا شايفين تقدير القارة ليه إن ده أحسن فريق إن شاء الله تعالى يواصل للأهلي حضوره القوي في كأس العالم، لأنه رايح كمان بسمعة كبيرة جدا وبتتويجات بالبرونزيات كتيرة قبل كده وبحضور فيه خبرات كتيرة. الأهلي عنده 9 مشاركات في كأس العالم للأندية ودي المرة 10، وعنده 4 مشاركات على التوالي كلهم معظم أبناء هذا الجيل، يعني هذا الفريق اللي موجود النهاردة واللي وصل للمملكة العربية السعودية هو اللي استحق الفوز بجائزة أحسن نادي في أفريقيا. النهاردة كان المران الأخير للأهلي في القاهرة، شارك فيه محمود متولي لاعب الفريق وانتظم وخضع لفحص طبي شامل اطمأن من خلاله الجهاز الطبي على حالته، وبعد كده مستر مارسيل كولر سمح له بالمشاركة في التمرين. دي التمرينة الأخيرة للاعيبة الأهلي قبل ما يودعوا ملعب مختار التتش ويسافروا مباشرة الساعة 3 العصر، كانت الطيارة الخاصة. الرحلة أو البعثة برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق. دلوقتي فعلا زي ما قلت لحضراتكم من لحظات ياسين بونو أعلن دلوقتي فوزه بجائزة أحسن حارس مرمى في أفريقيا، وقلت لكم دي منطقية، حتى هو ما حضرش تقريبا، كان مشغول بناديه كان مشغول بمنتخب أو بمشاركته مع نادي الهلال السعودي. ودلوقتي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب اللي هو الآخر عامل تجربة قوية جدا بيستلم الجائزة نيابة عن ياسين بونو، لكن كمان وليد الركراكي لاحقا بعد شوية هيطلع تاني يستلم جائزة أفضل مدرب في القارة. وأعتقد الإنجاز اللي عمله وليد الركراكي مع المنتخب المغربي يؤهله أنه ياخد أحسن مدرب في القارة، وحنوالي حضراتكم بنتائج هذا الحفل تباعا. فوز الأهلي يا جماعة بأحسن حارس بأحسن نادي في أفريقيا إنجاز كبير جدا، إنجاز كبير لهذا الجيل. وإحنا كلنا كنا بنتكلم في الفترة اللي فاتت إزاي الشناوي وزمايله يستعيدوا الثقة وإزاي يستعيدوا ثقة الجماهير فيهم. لا، أنت النهاردة الفنيين في القارة كلها بيعتبروا الأهلي أحسن فريق في القارة. الأهلي يستحق،
ونشوف كلمة الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي اللي مثل النادي الأهلي في هذا الحفل في مراكش. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب، أتقدم بكل التحية والتقدير للحضور الكريم، وأتقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة السيد موتسيبي على هذه الأمسية الرائعة، ولا يفوتني أن أشكر المملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع، والتي تثبت دائما أنها على قدر من الكفاءة والإخلاص لكل المناسبات الكبرى، كما أشكر كل من صوت للنادي الأهلي ونجومه. تحياتي وشكري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضلوا سيدي. ألف ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، هذا الاختيار وهذا التقدير للنادي الأهلي كأحسن فريق في أفريقيا. زي ما قال الأستاذ طارق قنديل، الشكر موصول للمملكة المغربية، لأن الحقيقة المغرب يعني مديها اهتمام قوي بكل الأحداث الأفريقية. عندهم حرص شديد على استضافة مثل هذه الفعاليات أو البطولات أو حتى الأندية الأفريقية والمنتخبات اللي عندها مشاكل في ملاعبها، المغرب بتستضيفها بشكل سريع جدا. عشان كده أنا بقول لكم إنه هذا النشاط الكبير وهذه الطفرة الكبيرة اللي حاصلة في الكرة المغربية ده نتاج مشروع شامل للنهوض بالكرة المغربية. في تفاصيل كتيرة إن شاء الله يجي الوقت للتعرض ليها. بعثة الأهلي وصلت للسعودية، كان في وفد من القنصلية المصرية في جدة ضم كل من المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام وسعد جلال والمستشار مصطفى حافظ والمستشار ياسر علواني مساعدي القنصل المصري، حرصوا على استقبال بعثة الأهلي لدى وصولها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي. أديكم شايفين لحظات وصول بعثة الأهلي إلى أرض المونديال. أنا أعتقد علاقة الأهلي بكأس العالم للأندية باستمرار علاقة وطيدة جدا بأرقام قياسية. المهندس عادل هو يعني اتحرمتوا منه النهاردة في ملك وكتابة، أهو قدامكم. يعني كان دايما يقول لك إن أنا سبته ورحت روسيا، أهو سابني وراح السعودية. بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله تعالى. بعثة الأهلي الفريق هيأدي التمرين بكرة إن شاء الله 3 و4 و5، ويكون جاهز بإذن الله لمباراة الجمعة 15 ديسمبر مع الفائز من لقاء الغد اللي بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. الحقيقة برضو في إطار هذا النجاح الأهلاوي المتعدد، قناة الأهلي بفضل ثقة حضراتكم ومتابعة حضراتكم وشعبية الأهلي وجماهيريته الكبيرة، ألف مبروك للزميلة نهواند سري في جائزة وشوشة، فازت بأفضل مقدمة لبرنامج صباحي. وطبعا قناة الأهلي فازت بجائزة قبل ما طبعا تحدث وفاة والده النهاردة، كان قد حضر لاستلام هذه الجائزة. نشوف هذا التقرير. أجواء حلوة، أنا دايما بحب استفتاء وشوشة لأنه دايما الأفضل يبقى الأفضل عربيا، كمان في تصويت جمهور، وإحنا طالما حاجة فيها جمهور بالرغم على جمهور النادي الأهلي دايما بيحطنا في المقام رقم واحد، لكن إحنا نتمنى إننا كقناة نبقى رقم واحد عند جمهور النادي الأهلي فعلا. جمهور النادي الأهلي قلبا وقالبا في ظهر قناته. طبعا أكيد بستغل يعني النجاح النهاردة وإن إحنا أفضل قناة رياضية، واشكر الجهاز واشكر مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، بدايه من الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره. اتمنى الشفاء العاجل لسياده الوزير العامر فاروق، ان شاء الله بنتمنى له يعني الشفاء العاجل. كمان عايز اشكر الشركه الكبيره، شركتنا الشركه الوطنيه شركه السادات، المهندس سيف الوزيري ونائب رئيس مجلس اداره في برزنتيشن لايف،
الاستاذ سراج السيسي، وبشكر كل القناه، بشكرك انت طبعا يا روزان، وبشكر كل العاملين في قناه النادي الاهلي اللي هم موصلين لنا ان احنا واقفين هنا وبنتوج، ولسه بنوعد جمهور النادي الاهلي ان الفتره الجايه في برامج جديده وفي شغل جديد. مكسب نهاوند، مكسب القناه، هو مكسب لنا كلنا، وكل سنه في جوائز اكتر، وان شاء الله السنه الجايه في جوائز اكتر. برحب بيكم طبعا قناه النادي الاهلي الاول بيتنا، وسعيده جدا ان ده التكريم الثاني ليا مش الاول الحمد لله، على مدار يعني 3 سنين دلوقتي بتكرم مرتين، ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. مجال الرياضه زي ما كنت بقول مجال جديد، بس قصه ان انا الحمد لله ادخل مجال جديد وانجح فيه مع قناه الاهلي كمان، اعتقد ده شيء كبير جدا. وعايز اشكر جماهير النادي الاهلي لان هم اللي ليهم دور كبير جدا في فوزي للمره الثانيه لافضل مذيعة رياضه، طبعا نشكرهم جدا، ودايما بالتوفيق لينا جميعا وللنادي الاهلي يا رب. اهلا بيكي واهلا بكل مسؤولي ومشاهدي قناه الاهلي، القناه اللي دايما بعتبرها يعني بيتي وبيت الاهلاويه كلهم. الله يبارك فيكي، والحمد لله التكريم ده بيبقى نوع من انواع التقدير اللي الواحد بينتظره علشان الاحساس بس انه في حد مقدر الجهد اللي انت بتبذليه، او في حد شايف التعب اللي انت بتعبيه، او المجهود اللي بيطلع من اجل الناس. فالتكريم ده انا ما بشوفوش فرحه بقدر ما هو حد شايف اللي انت بتعمليه، وان مجهودنا ما بيروحش هدر، وان في حد بيشاور لك وبيقول لك احنا متابعينك وبنايدك وكمل في المشوار ده. فانا بعتبره تكريم من اجل التقدير، ومن اجل كمان رساله لاستكمال المشوار يعني. ألف ألف مبروك لإدارة القناة، وألف مبروك للزميلة نهاوند سري، وألف سلامة على زميلنا العزيز الكابتن إسلام الشاطر. كان أجريت له عملية جراحية مطلع هذا الأسبوع، وإن شاء الله تعالى يرجع لكم بعد غد إن شاء الله في تغطية خاصة للأهلي في المونديال. بكرة هكون معاكم من 10 ل 12 إن شاء الله في هذه التغطية الخاصة، وبعديها تشوفوا تاني يوم الكابتن إسلام الشاطر، وبعدين الكابتن هاني رمزي، ويتوالى تقديم الزملاء للأهلي في المونديال. تغطية خاصة يستحقها النادي الأهلي ويستحقها جمهور النادي الأهلي. المشاركة في كأس العالم يا جماعة حدث كبير وحدث استثنائي، وأعتقد بعد الموسم الاستثنائي اللي الأهلي عمله السنة اللي فاتت، واللي توج النهاردة بأنه يتم اختياره أفضل نادي في أفريقيا، يستحق أن تكون الثمرة بتاعته كمان المشاركة في كأس العالم. كل التوفيق إن شاء الله تعالى للأهلي في هذه البطولة الكبيرة. تفاصيل كتيرة عن هذه المشاركة بكل كواليسها، اللي حصل في اتحاد الكورة، وناويين يعملوا إيه بالظبط في قضية حسين الشحات والشيبي. خطاب الأهلي راح لهم النهاردة، خدوا إجراء إيه اللي بعد كده. أعتقد في تفاصيل كتيرة جدا في المشهد هنناقشها بعد الفاصل مع الزميلين العزيزين الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صبري، ومناقشة مهمة جدا في كتير من التفاصيل الكروية بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. عمال الناس تقول لك هجوم الأهلي، والأهلي ما بيهاجمش، وعايزين نفعل خط الهجوم، فجبنا فرودين بقى يمين وشمال أعتقد جاهزين للهجوم. ناقد الرياض العزيز محمود صبري، اهلا بيك. منور الدنيا وحشنا. انت وينج رايت وجاهز؟ جاهز. جاهز مع العمده طبعا. الناقد العزيز الكبير الاستاذ عصام شلتوت، اهلا بيك يا عصام. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ منور، ربنا يخليك. انت بتلعب في الليفت ولا انت تخش لجوه؟ تكسر لجوه، تخش لجوه. طيب النهارده جوائز الاتحاد الافريقي اعلنت دلوقتي حالا وليد الركراكي افضل مدير فني في القاره عن هذا الموسم. الأهلي أفضل نادي للمرة السادسة في تاريخه، شايف ده إزاي؟ يعني هي المنظومة تستحق ده بالنتائج، علشان طبعا فكرة الانحياز الجماهيري طبعا هي برضو في الآخر من أين جاءت الجماهيرية؟ جاءت من النتائج وتاريخ متعاظم منها، وبالتالي ده يعني يعد إجابة واضحة على كل المشككين، على كل اللي لما الأهلي بيعلى ثم الطبيعي جدا بعد جزء كبير من الانهاك ربما بيبقى مش استراحة محارب ولا حاجة، يعني الناس بس تاخد نفسها فتلاقي على طول الدنيا راحت خارجة ومش عايزة ترجع، وبالتالي يا سبحان الله وكأنها مواعيد مختارة عشان تدي إدارة النادي وتدي كل قطاعات النادي بدءا من الصغار العاملين يعني،
واحداثهم كمان عشان تديهم حق. لا احد كان يمكنه ترتيب الميعاد حتى استاذ ابراهيم بتاع الجوائز انه يجي في وقت زي ده. صحيح. فيعني هي شوف بتيجي عملك سبحان الله بيجي في وقت انت تحتاج فيه لفضيله الحق بس مش اكتر منها. وبالتالي الناس بقى تورينا تنتقد. يعني انا نفسي بقى المنتقدين دلوقتي ينتقدوا بقى. هل يا ترى الحكام برضو هم اللي ادوا الاهلي اللقب؟ هل يا ترى الفار كان ممكن في لعبه تخلي الاهلي مش احسن نادي؟ هل يا ترى الفار هيطلع جون كهربا ولا مجهود تاو ولا جهد الراجل كولر اللي عرفنا ان هو استبعاده كده واضح انه لانه من بره القاره دي حاجه، لكن نشوف برضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء حطه مع جوارديولا في ناتج محلي لموسم واخد فيه 5 من 5. لا سبحان الله ان الله لا يدي اجر من احسن عمله فعلا. صحيح. اعقلها تاكل الناس اشتغلت وجاء موعد عشان يضحط كل ده على الفريق بقى ان هو يعمل الدور بتاعه لانه هو كمان رايح كاس عالم عليه ان يبدو بحجم اللي هو مودع بيه القاهره وهو يرى هذه الاحتفالات وهذه النتائج. محمود عصام عمل لك سرو باص خطير جدا انه الجائزه جايه في توقيت. طبعا ان التوقيت شديد الاهميه انك في الوقت اللي انت رايح فيه بطوله والوقت اللي انت بتتعرض لضغوط كفريق يجي هذا الاختيار للفريق كأحسن فريق، انت شايفه ازاي؟ دافع معنوي مهم جدا في فترة انت بتتعرض فيها طبيعية جدا بعد ما وصلت للقمة. احنا قلنا انا هنا مع بعض لما توصل للقمة طبيعي جدا الكيرف يبدأ ينزل عشان يرجع يطلع عشان الميزان يتعدل. فبتحصل هزة كده قدرتك على استيعاب الهزة والخروج منها بأمان ده بيتطلب بقى ايه؟ يتطلب شغل كتير نفسي وإعداد بدني ودعم جمهور وإدارة بتوفر كل حاجة والناس اللي حواليك يحاولوا يحموك بصورة ايه؟ صورة تحمي الفريق وتبعده عن كل الشوشرة. انت عندك كمية وحجم شائعات مغرضة وقصص تروى وحكايات تنال من الأهلي يومين بصورة، لكن دايما ده مش غريب على الأهلي طول تاريخ الأهلي وهو يتعرض لمثل هذا الكلام. وقلنا هنا انه انت لما خلاص قفلت ودانك وركزت في هدفك خلاص مش يعنيك الطوب اللي بيجي لك من اليمين والشمال، لكن انت ايه انشغلت بعيوبك عن عيوب الاخرين فكان ايه حليفك التوفيق. فربنا سبحانه وتعالى النهارده كافئك بان اداك 3 جوائز، جائزه الافضل للمره السادسه، جائزه افضل لاعب داخل القاره بالسيتاو، عندك جائزه الكهرباء في افضل هدف، وكان ممكن تروح لحاجات اكتر من كده. لكن عاوز اقول لك شناوي دراع بدراع طبعا الصراع طبعا مع صراع مع حارس محارس كبير جدا بامانه شديده. انا كنت شايف كمان بونو كان يستحق انه يروح في جائزه افضل لاعب في القاره باللي بقى عمله مع اشبيليه واللي عمله مع المغرب. كان المغاربه منتظرين كانوا منتظرين الكلام ده. فانا شايف انه كل الحاجات دي النهارده المفرحه المعنويا اللي هي بتخفف شويه عنك وتطلعك تخليك تشم نفسك في حجم اللي انت يعني تعرضت له. وانت تعرضت له ايه؟ بايديك، يعني ما فيش حاجه في حد فرض عليك حاجه، لا انت تستطيع انك انت ترجع بانك انت تقف مع نفسك. صحيح. شويه وتراجع انا ايه اللي عندي، ايه الخطا اللي عندي، اللي حصل ايه، اللي حصل عندي في الدوري، ايه اللي حصل عندي في الدوري الافريقي. الفرق الثانيه برضو طبيعي جدا، بص على الوداد عامل ازاي، بص على صن داونز عامل ازاي، ونتيجه التعادل الناس تحكي قال لك سيبك الاهلي والزمالك، شوف يا عم بيراميدز كسر الدنيا مع صن داونز وعمل اللي ما حدش عمله وما عملوش مع الاهلي. يعني عاوز اقول لك ايه، الناس وكانه تبدو هذا قدر الكبير دايما استاذ ابراهيم، لا بس زادت قوي دايما قدر كبير الامور، بس كده زادت عن الحد بصوره تحولت الى انه ما لم يعد مش ده الاعلام. يعني حتى معلش انا هعرج لنص دقيقه، حتى فوز الاهلي بالسوبر كره اليد تم تجاهله بصوره كان، ولكن قامت الدنيا ولم تقعد لمجرد فوز فريق 2003 في مسابقه في الدوري ومداخلات وبرامج وقنوات والحق وحصل واللي ما حصلش والكلام ده. يعني عاوز اقول لك ايه، كان يوم الاهلي يكسب الزمالك بانت في مسابقه تبع نفس المسابقه اللي بعدها على طول. يعني لا زي ما بقول لك، عارف بانت لبتها بانت لبتها خلاص، مش محتاج انك انت ايه، خلاص يا جماعات انت تعرف، انت خلاص عرفت وعرفت الواقع وعرفت الحقيقه، وهتشوف النهارده رد الفعل بعد فوز الاهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا وجائزة كهرباء وجائزة بيرستا، وهتشوف التناول عامل إزاي والاهتمام يكون عامل إزاي. الرسالة واضحة للاعيبة الأهلي وللجهاز الفني، هذا هو نتاج العمل، هذا هو نتاج الأخلاص. ربنا كافئك، إداك البطولة وحطك على قمة الأندية في أفريقيا
مش عاوز الناس تسيبك؟ لا مش هسيبك طبعا، انا عاوز انزلك من اللي انت وصلت له. يا عم كفايه كده بقى، انت عصقت كل حاجه، مفيش غيرك ولا ايه؟ مفيش غيرك ولا ايه؟ خليها في المنافسه بقى، يعني خليها في اطار المستطيل الاخضر، ما تخرجهاش بره يعني، ما تزودهاش قوي، خليني العب معايا هنا، لما تكسبني هنا انا هديك تعظيم سلام، يعني خليها في اطار المباراه، ما تطلعش بره قصص وحده وتعمل عليا حواديت وقصص. ده كلام منطقي يا محمود، المنطق خلق يعني. انت بتقول ايه؟ بتقول بارت لبيتك دلوقتي بقت مقله يعني، لو لبيتك دي كانت من 20 سنه. اه والله يا جماعه، ما انا يا صام انا عاوز اقول لك ايه، انه بص طبيعي جدا، هي دي الكوره وهي دي المنافسه وهي دي الحياه. طب لو الاهلي قاعد يفوز هو ما بيخسرش، مش عاوزين يا طب يا جماعه، طب لما يحصل ويتكعبل شويه مثلا بتاع ماله في ايه؟ خلص ده، خلاص كولر بقى له يومين وماشي، ده هينه عقده، ده روح ما عادش عنده جديد يقدمه، ده خلاص ده فشل، ده ما عندوش فكره عن يا نهار ابيض يا ايه يا جماعه، ده السنه اللي فاتت كان كذا كذا، ايه اللي حصل السنه دي؟ في اخطاء، في اخطاء، الناس اللي في النادي ساكته؟ لا مش ساكته، شايفين باصين وبيجتمعوا وبيشوفوا بيعملوا ايه وبيبعتوا، مش يعني المساله مش هتقف، لانه الامر ايه في غايه الخطوره، انا مش هستنى لغايه ما اقع تعمل لي مشكله. لكن انا عاوز اقول لك ايه، فتيجي المكافاه بدفعه معنويه وانت رايح بطوله، الناس كلها بعد من بكره هتبدا ايه تتابع احداثها مؤكد، فانت هنا على المحك، استمر بقى، خد من الدفعه دي المعنويه دي انك انت بقى تلعب بقى مباراه كبيره جدا تنتظر فيها الفائز من اتحاد جده او اوكلاند. احنا هنيجي للتفاصيل ديت، في مواجهه هتكون مرتقبه وجماهيريه كبيره جدا، سواء على الصعيدين يعني هنا او هنا. صحيح استاذ عصام، اللي محمود بيقوله هذا التحامل الاعلامي الشديد، يعني اعتبار انك انت اهم بطوله هي البطوله اللي الاهلي بيخسرها، واهم مباراه هي المباراه اللي الاهلي ما يكسبهاش، لدرجه انه محمود ضرب مثل بالبطوله الناشئين او مباراه الناشئين الاهلي والزمالك، لم تكن حاسمه ولا نهائيه ولا اي حاجه. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، انا بعد مباراه المباراه الاخيره بتاعه 2005 الزمالك كسب الاهلي بركلات الترجيح، انا شفت موقع من المواقع الجاده وكتبت عنها حتى، يعني مش عايز اكررها. الغريب جدا الزمالك كسب بركلات الترجيح، ماتش خلص 1-1، الموقع يكتب تشكيل الزمالك من المدير الفني لعامل اوضه اللبس، عامل المهمات، اهداف الزمالك في ركلات الترجيح مين اللي جابها، الوصف الكامل للزمالك، انك تدور مين اللي جاب اجوان الاهلي، طب بلاش، طب مين اللي ضيع ركلات الترجيح بتاعه الاهلي، طب مين مدرب، طب مين مدرب الاهلي، طب ولا اي حاجه على الاطلاق. يعني الى هذا الحد المساله فيها الاحاديه ديت، هي وصلت للمرحله دي. اولا اللي عامل الحبيب يعني للاخر هو بيحاول يتفانى في جلد النادي الاهلي، الاخطر انه خلاص بقى، لا دي بقت في مصالح لبعض الفرق ان تبدا وتنتهي عند النادي الاهلي. يعني ايه فريق يتعادل في سان داونز ولا في سانتوس ولا في اي حته؟ مال الاهلي اصلا بالموضوع يعني؟ انت جيت على الجرح يا جماعه، الحوار بادئ في الاستوديوهات بانه ايه فعلها ما لم يفعله مين؟ طيب يعني ايه ده؟ كابتن ضياء السيد على التليفون مع الزميل هاني حتحوت، فهاني حتحوت حاطط عنوان انه بيراميدز فعل ما لم يفعله الاهلي او الزمالك في صن داونز، ايه اللي حصل؟ نشوف الفيديو وبعد كده نشوف تعليق عصام شلتوت ومحمود صبري. او مش والزمالك او بيراميدز وصن داونز النهارده تعادل سلبي، وزي ما ظهر في العنوان من شويه فعل ما لم يفعله اي فريق مصري في جنوب افريقيا، وهو الخروج بشباك نظيفه، ولا أهلي ولا زمالك عملوها حتى وإن كان الأهلي قد تعادل سابقا مرتين هناك. شفت إزاي مباراة بيراميدز وكيفية تعامله مع المباراة؟ في المجمل يعني نقطة يستحقها بيراميدز، سان داونز كان ممكن يتغلب بشكل كبير جدا، وانا مش معاك في العنوان بتاع لما يفعلها الاهلي ولا الزمالك، انا عارف ان الشتا دي حقائق، الحقائق ان بيراميدز لعب ماتش واحد، انت واخد بالك، لعب ماتش واحد يعني اول مره في حياته يقابل سان داونز، فلسه يعني قدامه مشوار طويل يعني، انت واخد بالك. مفهوم، هو الفكره انه ما في لاعب واحد او اثنين او ثلاثه استقبل اجوال هناك، العنوان لما تحط في الاهلي الزمالك هتشد الخبر، مظبوط حقيقي. لكن هي بعيده،
هي بعيده شويه، لكن نتمنى لهم التوفيق طبعا. طيب خليني اخد النقطه دي يا كابتن ضياء، نقطه انه بيراميدز لم يستقبل هدفا، ايه اللي عمله مختلف بيراميدز عن اللي عمله الاهلي وعمله الزمالك؟ الزمالك لعبهم مره واحده او مرتين هناك، سواء في دور المجموعات في 2016 او في نهائي نفس النسخه واستقبل اجوال، والاهلي لعبهم كذا مره. ليه عايز ترجع؟ ليه عايز ترجع 4 سنين؟ لا مش برجع 4 سنين، بتكلم على بمناسبه العنوان ده، ايه اللي عمله بيراميدز مختلف خلاه ما يستقبلش جوال، ولا حاله سان داونز هي السبب؟ ده جزء، لكن ما نبخس حق باتشيكو وبيراميدز ان هم دفعوا كويس. خد بالك ماتش الاخراني بتاع الاهلي كان هيطلع 0-0 او كان يطلع 1-1 لو ضربه الجزاء اتحسبت. ايوه، لكن في النهايه النهارده ما فيش تسديده مثلا على الشناوي، ما فيش انفراد. يعني برافو الكابتن ضياء السيد لانه سجل كمان ملاحظه منهجيه. انت بتقارن فريق لعب مباراه واحده مع سان داونز بفريق لعب كتير قوي مع سان داونز، استقبل وسجل. ده هو اقصاه. خسر واقصاه، على فكره 4 مرات حتى الاقصائيات، يعني الاهلي يتعادل مع سان داونز بس تعادل يقصي الفريق الجنوب افريقي. فبالتالي الاهلي بيحقق مكسب، يعني ال4 تعادلات للاهلي مع سان داونز في ملعبه في بريتوريا. ذهاب نهائي دوري الابطال 2001. تعادل 1-1 بعد ما الاهلي كان فاز في القاهره 3-0. في دور ال 16 في بطوله 2007 التعادل هناك 2-2 وتاهل الاهلي بعد ما فاز في القاهره 2-0. في بطوله 2020 التعادل 1-1 في بريتوريا بعد الفوز 2-0 في القاهره، تعادل 1-1 في بطوله 21 والفوز في القاهره 2-0. يعني دايما ربط نتائج الاهلي مع سان داونز على المرتين اللي الاهلي خسر فيهم بهزائم ثقيله كانت الاثقل في تاريخه الافريقي، ما هياش دي المقياس، لانه في كل الاقصائيات اللي الاهلي التقى فيها مع الفريق الجنوب افريقي كان التفوق للاهلي عصام. ورغم ذلك فيه مبالغه قوي، ما عدا طبعا المشاركه الاخيره، في مبالغه قوي في تضخيم تعادل بيراميدز. احنا بنتمنى كل التوفيق للفرق المصريه، لكن على حساب الاهلي. ما ده اللي انا بقوله لك، ليه على حساب النادي الاهلي؟ يا عم انت اتمنى انت وهو اللي انتوا عايزينه، وشجعوا اللي انتوا عايزينه، وحبوا اللي بتحبوه، لكن حتى قربك الراجل بتاع الكوره، لولا ان ضياء فعلا مش حكايه اهلاوي، فعلا راجل مدرب ثقيل الوزن. الاول قال له اصل ما لم يفعله، الراجل عارف ان ماتش ونتيجه، فبسرعه يعني وقفها وفهم. لكن انت، طب انت ليه ما عملتش فقره في البرنامج ساعه ما اتغلبوا 2-0 من فرقه عيني يعني جايه تسال الله السلامه؟ اول حاجه في موريتانيا يعني ايوه تسال الله السلامه عندهم طبعا، وعندهم راجل محترم اسمه احمد ولد يحيى، من الناس اللي ممكن كمان تعمل للكاف نفسها حاجه الحقيقه، عامل في بلده وعنده طموح لعيبته تحترف، يعني دي امانه يعني انا لم التقيه الا سلام يعني. طب انت ما عملتش حلقه ليه ساعتها وقلت لماذا كيف يفعل كيف هذا انه بيراميدز؟ يعني طب انا اقول لك حاجه يا جماعه، اول ماتش للاهلي مع بيراميدز كابتن مدحت شلبي قال لك الفريق الذي لم يشهد تاريخه هزيمه من الاهلي، تاريخه اللي هو تاريخه لا لسه بادئ دلوقتي، يا ريته حتى قال لما كان الاسيوطي لما خد الرخصه لا بيتبرعوا من حته الاسيوطي، هو بيتكلم في بيراميدز بقى، وان ده اليوم بقى وهو هنشوف الاهلي وبيراميدز، قال لك على مدار تاريخه يا عم ده تاريخه لسه فاضل له ربع ساعه والحكم يصفر يعني. فهي المساله يا جماعه بقت واضحه الحقيقه، اي مشاهده ومن ضمنها مره عمود يعني ايه جمال صديقنا، مش هكمل الاسم، الاستاذ كتب له منك لله، لانه بعض حتى الجرايد التابلويد لو انتم فاكرين كان بعض اصدقائنا الملاك، غير ان هم طبعا صحفيين جامدين طبعا زملكاويه، لما كان الزمالك يا جماعه ما بي يعني بيكسب بيبقى عارف هو كمالك الدنيا خربان، الاهلي بياع، الاهلي رصيد تاريخ جماهيري. انت كده ما هو انت من ناحيتين، اولا لديك عقود محبه مع كزراع وش اهو، وانا مسؤول عن كلامي، غير كده كمان لبرنامجك عشان تقدم نفسك للقناه، ما انت لو ما قلتش الاهلي ها المسؤولين في القنوات يقول لك ايه وعامل برنامج انت طلعت امبارح ولا لا. ما هي يعني الحقائق تكشف نفسها يا استاذ محمود، ولا حد يرضى ينظرك، كله يروح على قضايا زي مذكره النادي الاهلي. الاول الاهلي يلقي بالشحات ورا ظهره، الاهلي شاف القصه ايه واثبت ان هناك خطأ دي بالتفصيل، فيبقى بعدها ايه اللي بيعمله ده
انت مش عارف الناس عايزه تروح فين. سبحان الله ان بتيجي بقى مواقف. اولا اذا كانت بطولات يحققها الفريق زي بطوله اليد، الناس فرحانه ولاعب يعني استمات مشجع على الخروج عن الاداب العامه، فلما تيجي القناه تسجل معاه فيقول لهم انا بشكر جمهور الزمالك على الشتيمه وكذا، فتنبري يعني عضوه مجلس اداره انها تؤكد انه ده ما كان ليحدث امام قنوات خارجيه. يعني انا الحقيقه دي عنوان رهيب. لا لا العضوه دي على فكره مش اول مره، ما اقصدش يا محمود. لا لا ده اتكلمت على اوجستي يا عم، تتكلم زي ما متابع يا باشا متابع. غريبه جدا. لكن بص الكلام يعني ايه، فاللي يسمع بقى المتلقي ان الدنيا خربت خارجيه قنوات واحد خرب مصر. لكن تشتم انت، لكن انت بقى تشتم. طب انت شتمت داخلنا خارجيه منظم، ودكتور يعني محمد شوقي يقوم يقف علشان افيه بتاع كوره. ما هو بص اللي ما يعرفش ان مدرجات الكوره فيها تحفيل وفيها ما عدا السباب طبعا وكذا على حكايه ايه حسين يا لبيب مثلا او كابتن حسين طبعا الاعلام لا تعرف، انما الراجل وقف دكتور شوقي لغايه لما اوقف الهتاف وبقى اهلي اهلي، يقوم الراجل اللي بيشكو بلطف جدا يعني انا بقراه تادب. انت مش عايز هو ما هو لما شتم ما الناس عارفه ده رفض يعمل محضر لان الراجل مقيم هيبقى في مشكله، وبلاد الحقيقه برضو مشكوره بتحترم قوانينها طبعا، لكنه رفض على المستوى ده رفض. يبقى طب اما تيجي تقولي ايه كانش صاحي ده الراجل نقول ماشي، لكن يعني عدها له ما. لكن ايه ده الاهلي سايبه وهو يتحدث دي مصر في ايه مصر. في ايه امال الشباب ده، امال اللي حصل في الملعب في مباراه ضربات الجزاء بتاعه الناشئين عيلة صالح والاهلاويه لا 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 ده ما فيش حد قام قال لا يجوز عيب. مش عيب حتى لحسن يفكروا ما ينفعش تقول لناسك عيب يا عم، قول له لا يجوز، مش عايز تقول عيب قول لا يجوز. فهي الظاهره تحت الدراسه. الخطر الان ان اللي بيتسرب ضد الاهلي ده انا بقول لكم هناك خطر كبير على الكره المصريه، بدءا من اللي بيدفع بالدولار اللي احنا مش عارفين هو رايح جاي منين، بدءا من المخايله عشان تروح مع البرامج التانيه دي وتروح البلاد التانيه دي. روح يا عم، واللي عايز يسحب كارت جنسيه واللي عايز يسحب مش عارف بطاقه صفرويه كل واحد حر، لكن البلد دي ليها عازه عند الناس اللي ملهاش غيرها يا جماعه، خاصه في صناعه اسمها كره القدم. هو ليس بالتحذير لكنه امر جد خطير يحتاج فعلا للانتباه. المساله مش كده، لكن انت فتحت موضوع يا ريس برضه. هو انت شفت عضو مجلس اداره في النادي الاهلي طلع بيطلع يتكلم على المنافس؟ نتكلم ومال نتكلم مش موضوع لا يمكن. لا طبعا لا على اجابتك مفيش. في عضو مجلس اداره اعلامي خالص؟ في عضو مجلس اداره اعلامي مثلا يطلع يتكلم وينتقد الناس؟ لا في دكتور طه اسماعيل وهو من هو حين كان يعمل في القناه ده طبعا واحد من اهم المحللين لما كان اهمهم على اطلاق العرب وشيخهم طبعا لما بيشتغل هو يعرف قواعد النادي الاهلي. عامل لما كان لسه ما فيش دوري، اول ما بدا الدوري شكر مجلس الاداره ومجلس الاداره شكره وذهب حيث هو يريد ان يصبح محللا مش عايز يبقى في حاجه. انت قلت ايه هنا؟ انت قلت يا حضرتك عندما تم تعيين كابتن عصام عبد المنعم وكان رئيس القسم الرياضي عين رئيس الاتحاد الكوره جمد عمله جمد العمود الرياضي طبعا احتراما، لكن الان اصبح الملعب متاح ومسموح للاخرين هم يقولوا فيك زي ما انت عايز زي ما هم يرضيهم، هو لا يعنيهم، هم بيدوك دروس وهم اصلا هم عندهم ومليانين عيوب وكوارث واخطاء يستحقوا دقه. اذا انت تركت هذه العبارات التي تطلق او بعض الاعلاميين المنتسبين لاعضاء مجالس الاداره ومنهم التراس ومنهم غيره بيعمل واللي اتعمل مع جوست في ماتش الصاله محدش ركز طبعًا عليه طبعًا وتم ادخال مجموعه معينه لصب الراجل واخراجه عن شعوره وبعد كده تيجي تديني في القيم والمبادئ والنسل كلام امر في غايه الخطوره، بعدين تسالني على التعصب وتسالني على ايه ده بيحصل كده يا جماعه لا مش هينفع الكلام ده. ما لهذه السيده الفاضله شقيقة النجم الكبير وهي عضو مجلس إدارة تتحدث عن الأهلي وتعطينا دروس؟ هي مالها بالأهلي؟ ما تخليها في فرقتها ما تركز. يعني عاوز أقول لك إيه، أنت إيه المطالب منك؟ يعني أنا أول مرة بأمانة شديد أسمع عنها، ما شفتهاش يعني كانت نجمة أو لعيبة أو إعلامية أو لها دور في الإعلام، هتكلم عن الجانب الإعلامي، يعني إيه تاريخها في الإعلام عشان تتكلم؟ ومع هذا هي حرة، لكنه إحنا بنتكلم عن الأداء اللي بيخصه يعني. أيوه ما يتم تناوله ده خطير. ما يتم تناوله في غاية الخطورة، يعني عاوز أقول لك ما تنشغل أنت بالمنافس بتاعك، يعني آسف بيراميدز تعادل، إيه دخل الأهلي في الموضوع؟ ليه أنت عاوز تحط الأهلي في جملة؟ يعني إيه علاقتك يا سيدي بالأهلي؟
يعني ايه طرف الاهلي؟ يعني مال الاهلي بالتعادل؟ علاقه يعني معروفه. يعني بيراميدز فاز 5-0 على صن داونز في عام في بريتوريا. ايه علاقه الاهلي بالموضوع؟ لانه باستمرار هي ليه بقى؟ ليه بقى حضرتك؟ هنا يبقى انت عاوز ايه؟ انت مش لاقي حد يحس بيك فعاوز تحلي فتحط بقى الترند على مين؟ هجيب بقى ما مين اكبر شعبيه؟ ما هو بالدليل ان واحد كتب قال ايه؟ قال بصوا يا جماعه المدرجات مفيش حد في المدرجات، مدرجات فاضيه. في ماتش بصوا على الهدى اداء صن داونز، هنتكلم بقى زي الناس اللي بتتكلم في لا مش صن داونز، لا يكفي لقطه صن داونز اللي احنا نعرفه لقطه الاستاد يعني يعني لا لا لان الجمهور برضو يعني رايح ضد رايح للاهلي يا جماعه. انا اتقبل منك ايوه رايح لان الكبير هنا بالظبط. انا انا اتقبل منك نقدا منطقيا محددا في التناول دون 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 تجريح. موعدك يعني انا يعني عاوز اقول لك ايه، خليك في الاطار البناء. مش هيحصل. ما انا واخد بالي. انا بحاول اقول لك عشان لا تصل الامور ما تخصموش الاشخاص. ما هم ما انت دلوقتي انت راجل ما عندكش الخبره الاعلاميه فطالع فمنزعج وانت ناسي واحد تاني كان بيعمل حفلات مع جمهور الاهلي ما حدش كان بيقول له انت بتعمل انت ايه؟ انت ماشي انت زعلان. واحد بيقول لك انا بشكر الناس اللي شتمتنا، يعني واحد بيشتم من اول الماتش لاخره. انت ماشي برضه في شروط للاعلام. هي الموضوع مش كده، هو الموضوع ان تلقي يعني بقنابل دخان لانك لا تستطيع ان تقدم ما يقدمه الاهلي من نتائج، فلازم ترجع للجمهور بحاجات. الراجل راجع البيت لا معاه زي زمان كيس فاكهه ولا بطيخه ولا حاجه، فلازم يقول لهم اتنشلت في الاتوبيس، في ناس بلطجيه في الحته، حتى لو هم حجاج قاعدين في الجامع طول النهار ما عندوش اللي يقدمه لبيته يا محمود. فالافضل أن يهيل التراب على كل وأي بيت منتظم منضبط عنده ما يقدمه، بيعلم ولاده كويس يعني إذا كان يصلح يعني التشبيهات اللي أنا بتركها، لأنه فعلا الموضوع محمود ليس عطلا إعلاميا فنصلحه، لا دي حاجات يا محمود مبنية على كده. لا خلاص احنا بنتكلم في ده بره كده كده كده. أستاذ إبراهيم أستاذ عصام وضحت النية والنوايا، يعني خلاص لن يتغير الحال على ما كان عليه، لكن هو بنسب. يعني ايه بنسب؟ اقل حده. فانا لازم احط لك ايه يعني مثلا زي اللي هو احمد سليمان فاجئنا مره وقال لك يا عم انت ايه دخلك، انت رايح تتكلم ضيف في مكان، ايه دخل الاهلي معاه؟ يعني انت عاوز يعني محدش مثلا كده هقول لك ايه، محدش حاسس بيك فانت عاوز تحطني في جمله ليه؟ اتكلم على مشاكلك، اتكلم على اخطائك، اتكلم على سيب الاهلي في حاله. يعني ما شفناش عضو هجي لك على اللي قاله اللي هو احمد سليمان لانه كلام مهم للمناقشه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف بقى طرفي الحلقه محمود صبر وعصام شلتوت عندهم ايه تاني. بجد ما تخافش على الاهلي طول ما هو ماشي صح في الشغل بتاعه. انت بتتكلم في عز الرجم الاعلامي الشديد اللي بينال هؤلاء اللاعبين والجهاز والنادي والإدارة وكل حاجة. يأتي الإنصاف من قبل المسؤولين الفنيين والاتحاد الأفريقي وينال الأهلي جائزة أفضل نادي في أفريقيا هذا الموسم، وينال بيرستاو أحسن لاعب داخل القارة، ويكون كمان كهربا صاحب أفضل هدف تم تسجيله في أفريقيا. ثلاثية أهلوية أعتقد تستحق الاحتفاء، وده بيرستاو. وشفنا كلمة الأستاذ طارق أنديل في كلمته عضو مجلس إدارة اللي مثل الأهلي في هذا الحفل في مراكش. الحفل متواصل وأي اختيارات جديد هنقولها لحضراتكم، لكن قبل الفاصل كان الأستاذ عصام أثار نقطة مهمة جدا لما حلقها محمود صبري الوينج رايت بتاعنا، إنه النادي الأهلي بعد ما تعرض لاعبه حسين الشحات للايقاف من قبل اتحاد الكوره او رابطه الانديه اللي بتدير المسابقه، ويخطر الاهلي رسميا ان اللاعب بتاعك ارتكب كذا كذا، وانه بموجب لائحه المسابقه تم ايقافه مبارتين وتغريمه 20,000 جنيه، وينفذ اللاعب والاهلي هذه العقوبه. بعد كل ده يفاجئ الاهلي ان اللاعب بتاعه مطلوب للمثول امام النيابه العامه. خير اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز قدم بلاغ في الشرطه وتحول للنيابه وبقى مطلوب مثول لاعب الاهلي امام النيابه العامه. بعت النادي الاهلي الاسبوع الماضي جواب لاتحاد الكوره بيسالوا عن مدى مسؤوليته عن هذا الخرق الواضح الصريح للائحه النظام الاساسي اللي بتدير الاتحاد وتحكم اللعبه كلها، وبالمخالفه للمواثيق الدوليه وقواعد الاتحاد الدولي. استاذ عصام
نهج كان غريب، والنهارده يمكن الجديد انه بدا يتسرب الكلام انه اتحاد الكره حول مذكره الاهلي للشؤون القانونيه في الاتحاد للرد عليها. لا ده انا تسرب لي بقى اللي بعد الشؤون. باعتبار الاهلي منتظر يعني رد الاتحاد. ان الموضوع يتسرب ويروح مع مخصوص للوزاره. مع مخصوص لوزاره الشباب والرياضه ليرى الوزير ما يراه. وما علمته بلغه الصحافه بيقول لك ما يمكن الوزير بقى هو يعرف يلمها فيجيب مثلا الناس دي ولا يشوف المستثمرين وان المستثمرين بقى اخوان الشياطين ولا لا ويجيبهم عشان يقول له طب خلاص حصل خير ان شاء الله ونخش في حاله هتعور مصر. انا اهيب بالسيد الوزير ان كان ما سمعته صحيحا بل وسأدلي بشهاده وبالاسماء اهو كمان والوزير موجود وهو يعني من الحاجات المباشره انه دايما في وسطنا يعني الراجل مش بمعزل. انا اول ما خرج لاعب الاهلي حسين الشحات استنكفت الواقع على خلفيه شويه الخبره اللي عندنا كلمت محاميه قال لا احد يعني يكون امام النيابه العامه مطلوبا ولا يذهب. طبعا محامي الشعب سواء مصري اجنبي كان من كان هنا طبعاً. دي محامي الشعب وعلى فكره حق اصيل لصاحب اي ورقه يقدمها ان تفحصها لان ده بمعزل عن ده بس حد يقول لهم. وبالتالي كان يجب على اتحاد الكره بحسب معلوماتي ان يذهب محاميه اللي هو بيقول لك عليه مستشار قانوني يقول السيد وكلاء النائب العام ده كذا 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 فندم عشان فكره عدم الاختصاص. طبعا. وبالتالي الانكد بقى ان انت لما تسال فيقول لك احنا ده مش موضوعنا احنا عملنا الاجراءات اللي كانت في اثناء المباراه. المشكله ان الشيبي ده في موقع مغربي قال ما كانش لسه عنده معلومات هو كاتب بلطجه وترهيب وتهديد. تمام. هل في الموقع ده ضمن يعني في الموقع المغربي ده وقتها انا استدعيت بعد ما وصلت جده عشان اعمل عمره اداره ناديه استدعتني لامر طارق جيت لقيت الامر طارق ان الاخ طارق هياخدوا يروحوا يعملوا بلاغه. ماشي يا معالي الوزير الناس بس تقول لك ايه امال لو انت اتعمل فيك كده يا سيدي الفاضل حسين الشحات يستحق 20 ماتش يستحق الشتم 4 مرات مش هنا الامر برمته كان يذهب لاتحاد الكره فاجاب انه بعد عندي ماتشين خلاص لا خصومه معايا انك تيجي تعمل فيها مراجعه روح يا عم الفيفا الفيفا يقول لك شأن داخلي روح محكمه الكاس اذا كنت انت باغي وجه ايه ربك الكريم يا عم الطموح انت انك عايز تصلح الكون لكن انت تروح المحاكم عشان تعور مصر ما انت مش هتعور نفسك. المشكله بقى اللي بنقولها دلوقتي يا معالي الوزير التعويره هتبقى جرح غائر هي لغايه دلوقتي تيجي على ترخيص بيراميدز واللاعب إذا عرف بقى إنه التدخل هيبقى حكومي هتأتي على اتحاد الكرة أيضا ولنا في واقعة الاتحاد البرازيلي يا أستاذ إبراهيم الأزمة الحالية يعني الأزمة الحالية اللي فيها اتحاد البرازيل البرازيل ما فيهاش يعني. هزار يا معالي الوزيرة يا جامع بعضيها مش عارف هيروحوا بيها فين الحقيقة لأن أنا جالي آخر حاجة أنا آسف تليفون كلمت سيد خالد الدرندلي قال لي كلام إداري جميل إنه ده أكيد هيبقى عن وليد العطار المدير التنفيذي كلمته ما ردش شويه ورد عليا اللي كنا بننسق حاجه قلت له هل تعلم انه في كذا 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 والنيابه العامه وكذا قال لي معقوله ما مش ممكن قلت له لا ممكن وحدث ماذا انتم فاعلون قال لي لا قلت له يعني انتوا دلوقتي لو اختاركم محاميه او النادي قال لي لا اما وان ينمو الى علمنا وانا بشهد اهو وهو موجود وانا موجود والدرندلي موجود اما وان ينمو الى علمنا انه ده حدث سيكون لاتحاد الكرة موقف هذا الموقف رحت قال له طب قول لي موقفين ثلاثة مع اتنين ثلاثة قال لي مع تامر النحاس اوقف سنة وكيل اللاعبين جه يكمل بقى قلت له لا كفاية انت جبت لي حد يعني معلوم فانا بشكرك انه راح للمحكمة اللي انتوا بتقولوه ده شيء رائع ورحت عامل لايف في القاهرة 24 وقلت يا سلام اتحاد الكرة يتحرك بما تمليه عليه مش رغبة يعني سليمة أمارات الكرة المصرية بعدها إيه اللي حصل بقى ده اللي هنعرفه. طب على هش ديت يا محمود اللايحة واضحة وصريحة وعصام كلم خالد الدرندلي وخالد الدرندلي الراجل نائب رئيس الاتحاد طبعا. وهو من هو في النادي الأهلي وتاريخه في النادي الأهلي هو ليه اللف والدوران؟ أنت عندك لايحة واضحة وصريحة المادة 38 منها
لائحه النظام الاساسي مكتوبه بالعربي والله، ومكتوبه بالبساطه الشديده جدا واللغه الصريحه، لا يجوز للانديه والمسؤولين وعناصر اللعبه، اعتقد اللعيب ده عنصر من اهم عناصر اللعبه، اللجوء لاي من المحاكم المدنيه او الاداريه لحل نزاع رياضي يتعلق بكره القدم. طب انتوا مسؤولين، انتوا كمجلس اداره، ده اللائحه اللي انتوا قاعدين على اساسها اديتكم المسؤوليه في كده، يختص المجلس دون غيره. يعني ما تقوليش للوزير ولا اي حد تاني، المسؤوليه عند مين؟ عند المجلس، يختص المجلس دون غيره بتفسير اي من مواد هذه اللائحه في حاله الخلاف على تفسيرها، وذلك بعد تقديم مذكره من اللجنه. يعني محمود برغم هذا الوضوح الصريح جدا وعصام بيتكلم انه ده خالد الدرندلي وده وليد العطار، ده المدير التنفيذي قال لك لو نما الى علمنا انه فيه تحرك ناحيه النيابه فورا هنتدخل. ده اتحرك واللاعب استدعي وراح قال رايه او قال اقواله وتم تحديد الشهود، ومش باقي الا ان القضيه هتتحرك على المحكمه. طبعا والله من حقه، من حق بيراميدز يعمل اللي هو عايزه. هو مش الراجل قبل كده بعت للراجل اللي بره قال له يا عم ابعت لنا جواب شوف لنا الحدوته عند الوزير، الوزير رد قال لا انا مش جهه اختصاص وماليش دعوه الحاجات دي حلوه ابعد عني، انا ايه داخل انا بشتكي دلوقتي من الـ من الـ من من الاستاذ عصام انه راح ضربني ولا شتمني ولا قال عليا ان انا كذا كذا كذا. بيراميدز خلاص وجد بغيته في حاجه واحده، هقطع الحاجه الواحده ديت، النيجيري فيكتور اوسمين لاعب نابولي الايطالي احسن لاعب افريقي لهذا الموسم، يستحق الكره الذهبيه، وبالتالي ضاعت على محمد صلاح وعلى اشرف حكيمي، كان بنفسه نجمنا العالمي الكبير محمد صلاح وايضا النجم المغربي الكبير اشرف حكيمي، لكن اوسمين كان هو الوحيد الحقيقه اللي النهارده وصل الى مراكش بطائره خاصه، فكان واضح جدا انه تم ابلاغه بالنتيجه وعلى اساسها حضر ومن ثم تم تتويجه. اتفضل. طبعا حضرتك الكلام ده واضح انه المفروض اتحاد الكره في هذه الحاله كان يجب ان يكون لديه العلم وحاضر بقوه زي ما قال عصام وممثل قانون، لانه هو المسؤول عن اللعبه، هو المسؤول عن الاداره، هو اللي اخذ القرار وهو اللي اوقف اللاعب وهو المعني بهذا الامر. يعني المفروض كان يتواجب على بيراميدز بيقول لاتحاد الكوره لو سمحت انا مش مقتنع باللي انت عامله ده، انا رايح خلاص للنيابه العامه واخد حقي واعمل اللي انت عايزه. اتحاد الكوره هنا موقف الفيصل في الحدوده. ما هو اطار حدود الملعب يا كابتن عصام؟ اطار حدود الملعب، الملعب كله من داخل الاستاد، الاستاد المباراه على فكره لغايه الاتوبيسات، التعريف القانوني في اللائحه محراب الاستاد، ايوه حرم الاستاد من اول ما توصل لغايه لما تمشي. ده خلونا نشتغل نذاكر اللوائح، ده لغايه للراجل يطلع كارت احمر، ما علمته بقى من كمان ناس يعني اصدقائنا عرب بيديروا في اتحادات، انه قال لك ممكن عند باب الاتوبيس يقول له كارت احمر يا فلان. انا بكلم حضرتك اهو. طيب انت لما عملت، هل النادي الاهلي، النادي الاهلي لا يعني قصدي ايه مش يجيب له الشرطي؟ ما انا بكلم النادي الاهلي يشهر له، النادي الاهلي وقف موقف المتفرج، الناس اللي بتضايق وبتضايقها قوي كلمه القيم المبادئ بتاعت الاهلي دي، ها بتضايقهم يعني ايه؟ لانه في حاجه في عندهم حاجه في المشكله. اخذ الاهلي قرارا ها ده عقب اللاعب قبل ما يغير، قبل ما يغير فانيلته. مش عاوز اذكرهم زي الاهلي، مش عاوز احكي في التاريخ عشان الناس هتتعب هو اتكلمنا عن المواقف والكلام ده، لكن هنا انت المساله يا استاذ سام، هنا اتحاد الكوره هو اللي على المحك طبعا بامانه شديده، وهنا يدفع عن لوائحك وعن المنظومه بتاعتك، يا اما ايه تعلن رسميا انك انت خلاص انت لا تدير، هناك اخرون يدورون المشهد بصوره او باخرى، لانه الامر مش سهل والامر في غايه الخطوره. هتقول لي بقى اروح بقى للوزير، وانا الوزير في الاخر هيقول لك ايه؟ انا مش جهه اختصاص، الموضوع عندكم يا عم اتحاد الكوره في المساله دي. الامر هيتطور تدريجيا كده، كل لاعب يبقى عنده مشكله داخل الملعب هيضطر يعمل ايه؟ يلجا للقضاء، اعمل لك محضر، انت قلت لي كلمتين في الملعب، انا قلت لك كلمتين، شتمتك او خبطتك او ضربتك او حصل بينه وبعض، نطلع من الملعب خلاص، انا مش دعوه بالعقوبات، انا رايح فين؟ في اللي احلى من كده، مع الاصابه بقى زي ما تعمل رنين هيروح يعمل اصابه 21 يوم عشان تبقى جنايه ضرب، مش بقول لحضرتك ايه. فهنا ايه؟ هنا بقى يعني بامانه شديده، وعاوز اقول للقائم على بيراميدز، هناك تحرش وابتزاز واضح
للدخول في صراع مع النادي الاهلي الكل يلمسه. واضحه الصوره، مش محتاجه انت بتدور على بطوله، فعاوز البطوله تعملها ازاي؟ من خلالك تبقى في الصوره انك انت تحاول دايما تحط الاهلي معاك في كل مشكله. الخطوره ده انا ايه محمود، ده انا ايه حضرتك الاهلي وكانه اللي واقف في الصوره، لان الخطوره الان ان الاخ بيراميدز ده عايز يكسر الصناعه هنا. مين اللي واقف له من غير ما يبقى واقف له بالصحه واللوائح؟ الاهلي. فلازم يخبط الاهلي عربيه بالليل، فكره النشأة من الاساس بس يعني. عشان نقول لمعالي الوزير بقى، خلينا نقول بقى يا عصام، يعني فلتكن رغبات بيراميدز ومحاولاته، لكن القائمين على الكوره يعني هذا الاتحاد لما تروح له مذكره من النادي الاهلي واضحه وصريحه جدا، وعنده اللائحه واضحه وصريحه، هو ايه اللي يمنعه ان يبعت لبيراميدز يقول له اللاعب بتاعك خالف نصوص اللائحه في كذا كذا، وانه ما لم يتم ينذره؟ ايوه بالظبط، ما لم يتم سحب هذا البلاغ هيتعرض للعقوبه اللي بينص عليها. عشان كده بقول لك ان اتحاد الكره يتحمل المسؤوليه، اتحاد الكره يتحمل مسؤوليه هذا الصمت المريب في المساله، انك انت سكت ازاي وما بعتش تحذير واستدعيت بيراميدز اللي انت اقدمت على شيء في غايه الخطوره، انت بتخالف اللوائح بتاعتي فانا هعمل معاك موقف، ازاي انت عملت كده؟ لكن حاله صمت وانتظار وحاله شك، شو القانونيه ايه؟ انت غير اللائحه بتاعتك واضحه بتقول الكلام ده. يعني انت هنوصل الرياضي فين؟ مش كفايه محاكم؟ يعني مش عاوزين نخلق من اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت، وكل شويه يقول لك يا جماعه، طب يا جماعه لما لاعب وقال لك مشي وسافر وراح وتم استدعائه وتعالى، لا يا عم ما فيش صلح، خلاص ماشي، من حقك تدافع عن نفسك. بس انا مستغرب برضه، بكلمك ليه على ما صرح بيه اللاعب، مش ايوه انا بكلم ايوه طبعا ما لا قال كده فعلا، بس انا عاوز افهم ليه هو انت عارف الاول يا محمود، انت لو استرجعت المشهد بتاع حسين الشحات وهو بيعتذر له ويبوسه في الاوضه، شيبي الراجل في صوره فيها مبتسم، هاني عبد السعيد مبتسم، وهاني سعيد واقف، وحسين الشحات بيقول له انت شتمتني بامي، فبالتاني بيقول له والدتك على راسي، راح حسين حاضنه وبايسه والراجل بيضحك وهاني سعيد واقف. اللي حصل ايه بعد كده؟ علشان لا خلاص بقى فيها الاهلي بقى، لا خد موقف واعمل اعمل ضحيه، الاهلي يهدد الاستثمار. وانت برضو خلي بالك، جت في مواجبه للغلب من موريتانيا، جت مواجبه انه سمعنا ان الملك عايز يعرف الحسابات ماشيه ازاي. ما هي المشكله ليها يعني مصايبها مفرعه زي شجره الجميز، هي دي المشكله، ولازم قال الوزير ياخد باله ان مش كل حاجه على الارض دي لصالحها. والله حتى تدخل السيد الوزير، يعني ايه اتدخل عشان اصلح؟ من نفسي مره نتدخل عشان ننفذ القانون، عشان نطبق اللوائح، لكن لامتى تفضل الامور قعدات العرب دي تحكم الكوره ولا تحكم الرياضه؟ وبعدين اتحاد الكوره هو وزير الشباب والرياضه ناقصه؟ ما انتوا عندكم لوائح وعندكم نظام. صحيح. هو انتوا لامتى في كل مشكله هتزقوها يجي لكم القرار من الوزير؟ اللائحه واضحه وصريحه جدا، وخالد الدرندلي زي ما عصام بيقول راجل عنده من الخبرات، بلاش يا سيدي النادي الاهلي، ما هو جمال علام رئيس الاتحاد عنده من الخبرات اللي تخليه لائحه واضحه وصريحه والنص واضح وصريح. والنادي الاهلي لما بعت له جواب ده قال له حاجه في منتهى الاهميه يا عصام، قال له الواقع حصلت في الملعب، وادي الاخطار بتاع اتحاد الكوره او رابطه الانديه لجنه اداره المسابقات فيها والحاج عامر حسين، ادي الاخطار اللي انت بعته لي، تقول لي اللاعب بتاعك ارتكب كذا كذا وقررت ايقافه، فبالتالي انت نفسك بالمستند اللي انت طلعته بايقاف حسين الشحات اقررت اولا ان الواقع حصلت في الملعب، أقررت ثانيا أن مراقب المسابقات شاف الواقع وسجلها السلوك الرياضي، سببت العقوبة بتاعتك وقلت أن أنا أخدتها وفقا لصحيح اللائحة. كل دي إثباتات لو النادي الأهلي بكرة راح بمذكرة للاتحاد الدولي وجاهم من بيراميدز مكاتبة بتغليظ، قال له عند ماتشين مش عارف إيه، هو لجأ للجنة الانضباط، دي كمان عندهم لجأ للجنة الانضباط كمان بيراميدز، فلجنة الانضباط قالت لك الواقع تم البت فيها من قبل إدارة المسابقات، فكل التسلسل ده موجود ومثبت بالوقائع. وعلى فكرة المذكرة اللي النادي الأهلي بعتها وضح فيها كل المواد بتاعت كل التصرفات دي. طب أنت ما سألتش نفسك سؤال؟ آه. مش تم إحالة رئيس نادي مدير التنفيذي لبيراميدز لجنة الانضباط؟ أين القرار؟ أين القرار؟ بعد سب التحكيم واتهامه بأنه كذا كذا، بس المرة دي ما كانش فيه تهديد في بيان، بتهديد بصاحب الاستثمارات، لأن طبعًا ده عادي جدًا طبعًا، أهم حاجة الأهلي مش موجود في الماتش. أين قرار لجنة الانضباط ضد تصرفات المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الذي أهان وتطاول وجرح واتهم التحكيم اتهامات رسمية؟ أين القرار؟ يعني فينه؟ عاوزين نفهم، محمي من مين؟
هذا الشخص يعني بأمانة شديدة، إيه الباور اللي عنده؟ قلنا قبل كده إنه دايما لابد من حماية التحكيم، وإن اتحاد الكرة يدافع عن إيه؟ عن اللعبة بتاعته. حماية التحكيم بإيه؟ يستطيع، هات مقياس ليه يا عم الدوري الإنجليزي، هل يجرؤ مدير فني ولا يتحدث؟ ده لما حصلت إنه اللعيبة بتوع مانشستر سيتي عملوا دايرة حوالين الحكم بعد الكرة بتاعت إيرلينج هالاند، اتبعت تاني يوم لاتحاد المانشستر سيتي أرجوك توضح لي تصرف لعبتك في عمل الدايرة حوالين الحكم لأنه منظر مش كويس، المفروض ده تتحاسب عليه، رد عليا أنت عملت إيه كده ليه؟ ليه الناس اللي عندك تصرفها؟ فين؟ فين؟ أنت يعني عاوز تطور وتطلع؟ ولا عاوز هي ولا فرد قلوع ولا فرد دراع ولا كل واحد يعني يعمل اللي هو عايزه؟ يعني يا في قانون ولا وحي، ما فيش، يا خلاص نبطل يا جماعه مش هينفع كده. انت قلت حاجه مهمه، هو ليه الحمايه؟ هو حتى الان رفض اداره النادي ده كل الويلات على الاداره واللاعب باعتبار عيني هو اللي معمول باسمه حسب معلوماتي. انت ليه عايز تحولها على مصر؟ ليه عايز تخلي المخاطبه تبقى ايقاف اتحاد الكوره كمان؟ ما توديها انت الفيفا، في نادي مش عايز يستجيب يا اخي، بس انت غريب على فكره. من غير ما توديها للفيفا، هو الاتحاد نفسه عنده هذه الـ 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 الخاصيه انا بقولها بالقدره القانونيه على ان انت في حد خرق اللائحه. لكن القول بقى، لانه ده الجزء الثاني، ما هو النادي الاهلي قبل كده سبق انه راح للمحكمه ضد الاتحاد؟ لا، لانه الاهلي لما راح ضد اتحاد الكره راح لانه لائحه النظام الاساسي للي عايز يقراها وهي بالعربي للمرة الثانية فيها بند واضح وصريح انه اي خلاف حوالين بنود هذه اللائحة يختص بالنظر فيها القضاء الاداري، لان انت ممكن تلاقي حاجة تخص اللائحة نفسها كجسم تشريعي ترجع فيه للقضاء الاداري. النادي الاهلي ساعتها قال ان اتحاد الكرة خالف صحيح اللائحة نفسها لما جاب لجنة الانضباط بالتعيين مش بالانتخاب، فبالتالي راح للقضاء الاداري يقول له الاتحاد خالف هذه اللائحه وجاب لجنه بالتعيين مش بالانتخاب. حصل اتصال وقتها كما اعلم من الاستاذ جمال علام بالكابتن محمود الخطيب، ووعد الاستاذ جمال علام انه خلاص احنا في اول جمعيه عموميه هنقدم تشكيل لانتخاب لجنه الانضباط، ومن ثم سحب الكابتن الخطيب دعواه بناء على اتصال الاستاذ جمال علام. يعني الاهلي لما لجأ لمخالفه ارتكبها اتحاد الكوره، لكن انت بتتكلم في حسين الشحات العقوبه كانت في الملعب، الخطا كان في الملعب، عاقبته وبعت قرار بعقوبته على العقوبه، ومع على هذا على التصرف يجد الاهلي اللاعب بتاعه انه مطلوب انه يكون في النيابه والمحاكم والاتحاد بيتفرج. والاستاذ خالد الدرندالي والدكتور وليد العطار يقول لك ده احنا بس لو عرفنا لا ده انت عرفت وقريت كمان. نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، لانه الاهلي حتى وهو بيتعرض لكل الدوشه اللي انتم متابعينها يسافر عشان يمثل القاره كلها في كاس العالم للانديه في المغرب. البطوله قويه المره دي، كل الانديه المشاركه فيها بتمر بدروب محلي، ودي ظاهره غريبه جدا حتى مانشستر سيتي نفسه. يعني هل ده توقيت للبطوله ولا هل دي مجرد صدفه؟ محمود، شايف مشاركة الأهلي في البطولة ازاي؟ لا طبعا ده يعني عاوز اقول انه تدويق لجهد وموسم كبير جدا في افريقيا، وانه كنا تبقى على طول المرة الرابعة في حدث كبير مهم جدا، رغم محاولات التقليل منه انه هي دي بطولة دعائية واعلانية، لكن الهدف اكبر كنت موجود في محفل كبير جدا مع ابطال العالم اللي هم موجودين، سواء بطل اوروبا، سواء بطل امريكا اللاتينيه، سواء بطل امريكا كاف، سواء بطل افريقيا، سواء يعني عاوز اقول لك ايه، حدث مهم. الاحتكاك والتواجد مع الناس دي في حد ذاته، لما اشوف الاهلي يلعب مع ريال مدريد، لو انت احتاج تلعب مع مباراه وديه تدفع قد ايه مقابل عشان تلعب مباراه وديه؟ لو لما تلعب مع بايرن ميونخ في مباراه وتعمل اللي انت عملته في السوشيال ميديا والدعايه اللي تمت، لما تعمل النهارده مع مثلا ربنا وفقك النهارده وقدرت تتجاوز عقبه المباراه اللي جايه مع الفايز من اتحاد جده واوكلاند، لا شك انه حدث بيحطك في الصوره
والقيمة الكبيرة جدا والسمعة الطيبة اللي خدها فريق النادي الأهلي. واذكر بقى وراجع نفسك وشوف كلام رئيس الاتحاد الدولي عن النادي الأهلي في افتتاح البطولة مع سيمبا التنزاني في دور في الدوري الأفريقي، والكلام اللي قاله كلام يعني لما اتكلم من مسؤول كبير في حاجة زي دي وحشة برضه. كل شوية اقول لك كل ما اروح حتة الاقي الأهلي اما الاقي الأهلي الكلمة دي لما بتتقال جمهور الأهلي طموحاته كبيرة جدا ويتمنى ان الفريق يصل للمباراة النهائية بل يفوز باللقب. هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير جدا، يحتاج إلى استعداد كبير جدا، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى جهد، محتاج أداء أكثر من رائع. فأعتقد أنه فرصة يعني كولر أنه يحاول يقدم يعني برضو أداء مميز بعد التراجع النسبي اللي حصل. الناس عاوزة برضو نفسها لما تلاقي واحد يقول لك لو الأهلي ما لعبش كويس أنا ببقى حالتي النفسية دون المستوى. جمهور كتير من النادي الأهلي يا جماعة مرتبط وعنده حب وارتباط، وأي نادي شعب كبير تلقى جانب من جماهيره مهتمية بالجزئية دي، بيشوف حالته النفسية تبقى طيبة جدا لما الفريق بيقدم مباراة. هستأذنك نروح للسعودية، ومعنا على الهاتف من جدة الزميل الكبير المهندس عدل القيعي. افتقدناه حضوره النهاردة لكن لازم نطمنكم عليه. يا باشمهندس مساء الخير. مساء النور يا إبراهيم. أولا سمعت خبر كده في وسط الأخبار اللي بتاعت النادي الجميلة، لكن في خبر مؤلم يخص الزميل إيهاب الخطيب. الكلام ده صح؟ إيهاب توفي والده اليوم. قبل سمحت لي بس بنقل التعزية، وبإذن الله ندعي له بإذن الله بالصبر وندعي المغفور له بالثبات وعند السؤال يا رب. أنا متوجه مع محسن وبعض الأصدقاء هنا من جدة رايحين نعمل عمرة، فكويس إنك كلمتني في التوقيت ده. شوف يعني لما جت على السعودية بعتني ورحت لوحدك. بعتك ورحت لوحدي خلصين. أنا ما بسيبش طاري يا إبراهيم. تحيات حبيبي أنت معايا في كل لحظة. الله يخليك. تحيات عصام شلتوتو ومحمود صبري ليك يا باشمهندس، وقول لي بقى أجواء المونديال عندك لما وصلت إيه وطمنا على البعثة. لا احنا وصلنا في رحله سهله وجميله باذن الله، وكان في استقبالنا رجال السفاره، والحقيقه حفاوه واستقبال جيد من المنظمين هنا في جده. ورحنا على بس احنا نازلين في فندق مش بتاع لعيبه، احنا ومجلس الاداره في فندق يعني حوالي ربع ساعه عن فندق اللاعبين وملعب التدريب واللي هو هيبقى كمان وملعب المباراه نفسه. لكن تعرف طريقه يعني الكابتن والنادي الاهلي في توفير اعلى درجات التركيز للفريق، انما الدنيا كلها كويسه. وطبعا واحنا قاعدين هنا سمعنا الاخبار الجميله اللي تخص النادي الاهلي وانتخابات الافضل في داخل افريقيا. وطبعا النادي الاهلي دائما ما يؤكد على مكانته ويؤكد على يعني احترام الراي العام الدولي في نظرته اليه، ويا رب دائما بالتوفيق. هل كان في جمهور في انتظار البعثه في المطار يا باشمهندس؟ الحقيقه ما يعني احنا خرجنا من صاله كبار الزوار فخرجنا بسرعه على العربيات ما لحقناش نشوف المشهد خارج المطار يعني. فالله اعلم يعني هل كان هناك جماهير، بس انا سامع ان في اقبال جامد على التذاكر بتاعت مباراتنا. طيب بكره الفريق عنده تمرين مش كده؟ بكره عنده تمرين وما اعرفش اذا كانت مرة النهارده ولا لا. اكتفى النهارده بتمرين مؤكد بكره فيه. ما تسالنيش عن الفرقه بقى زي ما انا قلت لك، لاني مش هكون عندي المعلومات الكافيه عنهم. ولكن طبعا هم كمان يعني هم راكبين الطياره ما تحسش ان في فريق كوره او فريق رياضي في الطياره. الناس ما حتى الكرو والطاقم الطائره والكابتن يعني مستغربين يعني. الصوت ما فيش، هدوء كامل. الناس نازله
يعني ما تحسش ان في صخب، ويا رب يكون ده ينعكس على درجه اعلى من التركيز يا رب. عموما في العمره اللي انت متوجه ليها لا تنسى الدعاء للاستاذ العمري فاروق ان شاء الله تعالى بالشفاء. الدعاء للاستاذ عمري والاستاذ ايهاب الخطيب وحضراتكم، وتحياتي للاثنين الاعلاميين الكبار قوي اللي طبعا حظك حلو ان انا غبت عشان يبقوا هم في ضيافتك النهارده. يعني هو انا اقدر افكك الا باثنين توهان برضه؟ ما انا ما اقدرش افكك الا باثنين توهان. ايه؟ ما اقدرش افكك الا باثنين توهان. يجي بالسلامه يا باشمهندس وتكون امانه. ده اي واحد فيهم يفك 10. متشكرين يا عصام ويا محمود، و يعني باذن الله تعملوا حلقه ممتعه باذن الله في ظل الاجواء الجميله بتاعه النهارده. شكرا جزيلا وعمر مقبوله ان شاء الله يا باشمهندس. المهندس عدلي القيعي ان شاء الله حبيبي. المهندس عدلي القيعي من السعوديه، واعتقد كلامه على انه البعثه فيها حاله هدوء وتركيز. اه وهو بيقول من اول الطياره وشعرت يعني حتى ما قلت لنفسي منتهى التركيز، يعني فعلا اللعيبه طالعه مركزه، واضح ان هم بداوا يخشوا من اول المران مش عشان ما كانوش بره التركيز، يعني بداوا يشعروا بانه المهمه فيها مصالحه. انا عجبني قوي قعده الكبار مع بقيه التيم لما قالوا لهم ان هذا هو وقت مصالحة جمهورنا. أيوة. بعمل كروي الأهلي يستحقه، يعني أنا يعني ما معناه ما حدش طالب منك فوق قدراتك يا عم. هو أنت أصلا من زوار الدائمين لكأس العالم للأندية، دايما كنت في المربع الذهبي، قد يكون صاحب الملعب إذا قدر يعني الاتحاد جد أن يصل هيكون مناصفة معاك، لكن ما أنت كمان جمهورك هناك ووعدوك أن الجوهرة الزرقاء يبقى نصفها أحمر، فأهلا بالتركيز وأداه وقدود بإذن الله. جمهور الأهلي ما يميزه، وده يمكن اللي بيخليه يغضب هو الأداء. جمهور الأهلي مش هيزعل إذا أدى الفريق، ثم النتيجة تأتي بقى من عند الله، لها بعض التوفيق على بعض يعني ما يمكن إضافته من معادلات الحياة، لكن المطلوب أن يظهر النادي الأهلي كما اعتادت جماهيره. صح ولا لا؟ صح، كلنا في كل الأجيال كده. لا 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 لا. طيب محمود، يعني الأهلي لا يخشوا المعسكر تتبارى بعض البرامج وبعض الأصوات المستبعدين، وكأنه حد يقدر يقول لنا حل ازاي نقدر ناخد ال 30 ونضحك على الحكم ونقول له دول 18 بس. ضحك على المنظم كمان. طب ما انا مطلوب ان انا اخد 18 او اخد 20 خلاص، لكن باستمرار الاهلي بس يا جماعه لوحده اللي في الاعلام باستمرار المستبعدين، وبعدين يتقال لك لاسباب فنيه. ما هو في الاول وفي الاخر اي استبعاد او اي اختيار اسباب فنيه للمدرب المسؤول. ما خلاص، لكن ليه الحته دي مقرونه بالاهلي على طول؟ مش انا بدور لك على حاجه. وانا اثاره المشاكل. لا لا، انا بدور لك على حاجه. لازم ادور لك على حاجه. انت خدت ايه في كل مركز اثنين؟ صح؟ طبقا للائحه، طبقا للي هو مسموح لك بيه. التشكيله الفنيه. التشكيله الفنيه. يعني انا مش هاخد اكتر من كده. ممكن بقى تزود حته مثلا، بدل حراس المرمى واحد بتاخد ثلاثه، تحسبا لاي حاجه. في باقي المراكز بتاخد واحد واثنين، لانه ايه كمان؟ ايوه. بطلت حكايه انه لاعب يبقى ممكن تلاقي لاعب واحد يلعب باك رايت ويلعب مساك، وعندنا افضليات. عندك اللاعب الجوكر يعني اللي بيلعب لك فيه افضليات، دي افضليه يعني الراجل وهو بيختار. فانا هدور على ايه دلوقتي؟ هدور على الجزء اللي انت مش عاوز تقوله. ما انا مش عاوز اوصل للحقيقه، مش عارف اوصل لك الحقيقه عندك. فعاوز اعمل لك واصدر لك مشكله قبل انت ما تروح تلعب في حدث زي ده. انغص عليك ازاي؟ بان انا احط لك ايه؟ ده عبد القادر مش مصاب، ده ما جالوش شد في الخلفيه. لا، ده هو عمل فيلم وقال كده ان انا مش مع ان الرنين بيقول فيه شيء. لا، والبعض قالوا انا لو منه ما اروحش، يعني المفروض ده صوت اعلامي يقول لك انا لو منه ما اروحش. ازاي يعني؟ خلاص انت لو منه ما تروحش، ما انت كده مش رايح. والله العظيم هي كده. ما انا بكلم، بقول لك ايه؟ ما هي دي. يعني هو بدل مثلا ما يتكلم على الجانب المهم انه الاهلي رايح في حدث مهم، وهنا تألق الناس دي وظهورها بمستوى ده في صالح المنتخب الوطني اللي هيستعد لبطوله بعد ايام خلاص قليله جدا، هيدخل فيها معسكر واختيار قايمه، وانه تألق فلان وعلان، ولو اكتسبنا لاعب جديد مهم جدا يضيف يزود. لا، انا لازم اروح لك لجزئيه لما يحصل مثلا في النتيجه. شفته اهو،
ده نتيجة المشاكل، ده مش عارف يحل، بدليل انك انت كل الناس دلوقتي في الشارع وفي كل مكان انت تروح الناس زعلانة، امتى راس الحربة هيجي؟ طب يا عم ده الاهلي جاب 76 هدف السنة اللي فاتت، ما هم دول رصاد الحربة بتوعه، ماشي فعلا الفريق محتاج راس حربة محدش مختلف، بس يعني لما تيجي الامور ما يعني عاوز اقول لك ايه؟ ولو في لعيب الوقت هيستنى، لو في جه مثلا لو قعدت تمشيها يمشي، ما انا بكلم يعني عاوز اقول لك ايه؟ اي حاجة هتعملها هيتحط عليها، بس ده شيء كويس لانه ده شيء كاشف وده شيء مهم، خاصة لما عرفوا ان المان سيتي معاه 30 واحد واتحاد جدة معاه 35 واحد، لو مالكش يعني اعداء هتفشل. ليه؟ دايما العدو او المنافس هيخليك مستيقظ بتعمل على تصليح اخطائك وتقليل عيوبك وعمل جهد كبير جدا مضاعف بصورة انك انت تصل لايه؟ للمستوى اللي انت عايزه. لكن لو انت ما عندكش حد بنفسك زي ما ايه، لما انت تبقى مثلا راكب والدنيا ماشيه فيك يقول لك ايه الدوري ده يتنافس مع دوري الصومال وجيبوتي، لا حول ولا قوه الا بالله، فتيجي فريق من جيبوتي يعمل مفاجاه انت ما تتوقعهاش يعني تجي لك من جيبوتي تجي لك من جيبوتي. هسألك سؤال، وبعدين انت بتتكلم مع كامل احترامي على ناس مننا وبطريقه فيها من نوع من السخريه، الصومال وجيبوتي بقى مناط للسخريه ومش عارفه مين، يا جماعه ما يصحش يا جماعه، دي رياضه ودي منافسه، النهارده معاك بكره مش معاك، النهارده عندك ممكن تلعب ماتش تكسر الدنيا ما تعرفش تجيب جول، وممكن يجي ماتش انت ما لعبتش فيه حاجه وبشوطه تخلص الماتش. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ عندنا نوع من السخريه المبالغ، عندنا نوع في تجريح للاخرين وعدم احترام المشاعر كده، في ناس ممكن تتضايق مننا من التصرف، لانه في الاطار الاساسي دي منافسه داخل المستطيل الاخضر، ما خليها في حجمها. عاوز تنتقد انتقد انتقد، بس بالنقد دون ان تصل به الى مرحله تتعدى به الخطوط الحمراء انك تجرح وتتم، لانه اوعى تقنعني انك انت عارف حاجه جوه، اتحداك واتحدى كتير جدا يقدر يقول لي ايه اللي بيحصل جوه في الاهلي وايه اللي بيحصل في غرف المغلقه، احنا قعدنا سنين يعني ايه وشعرنا يا عم اذا كان وقع الصورة في ايام مش عاوزين نحكي محمود، الصوره بقت بتتأول اذا الراجل واقف مع محمود مع احمد عبد القادر مثلا بما انك قلت، يقول لك ايه وهو الراجل هو واقف معاه بيقول له انت السبب، انت اللي عملت في نفسك كده، يا سلام يا سلام، لو قصه وسيناريو يعني مش ممكن هو التاني يكون بيقول له اي حاجه، بيقول له صباح جود مورنينج يا خواجه. الغريب يا عصام انك انت هتلاقي نفس الاصوات اللي ممكن بتظهر متعاطفه مع لاعب مثلا ما بيلعبش، وزي ما عصام بيقول لك يقول لك انا لو منه ما اروحش، هي نفس الاصوات اللي في جمله تاليه تلوم احمد فتوح ان هو خرج عن النظام. خرج عن النظام يعني انت عايز نظام ولا عايز لا نظام؟ تحريض على اللا نظام. في الاول وفي الاخر في كل الاحوال القرار قرار مدرب، واي لاعب من حقه يغضب، لكن غضبه المشروع لازم أن يترجم الى مزيد من الجديه، مزيد من الالتزام، مزيد من التدريب، لانه في الاول والاخر مؤكد انه اي مدرب هيختار الانسب والافضل اللي يحقق له النتيجه اللي هو عايزها. نطلع لفاصل. هو الناس على فكره انا كنت بسخر لما بقول لهم ان السيتي هياخد 30، ما هو السيتي لازم ياخد نفس العدد. طب يعني جوارديولا ده بيتخانق برضه مع التانيين؟ مش ممكن. هاجي لك على ظروف جوارديولا بعد الفاصل. وتخاف ازاي على الاهلي والاهلي العالم كله بيتكلم على ارقامه القياسيه في بطوله كاس العالم اللي هتفتتح بكره. الاهلي صاحب رقم قياسي كبير، اكتر نادي في العالم شارك في مباريات في كاس العالم للانديه. الاهلي عنده 22 مباراه في بطوله العالم للانديه، عنده 3 ميداليات برونزيه، تاني اكتر نادي على مستوى العالم شارك في هذه البطوله، عنده دي المشاركة التاسعة ليه، بيسبقه أوكلاند سيتي النيوزيلندي ب 11 مشاركة ليه. لكن أعتقد المباراة اللي هتجمع أوكلاند سيتي الضيف شبه الدائم على المونديال مع صاحب الأرض اتحاد جدة بكرة 8 مساء في جدة، مباراة هل لهذا الحد يا محمود مضمونة للاتحاد؟ لا مش مضمونة طبعا. مش مضمونة؟ لا مش مضمونة. عصام بيقول لك مضمون. لا لا في الكوره مش مضمون. اللي انت بتشوفه، وحتى انت لما بتلاحظ مثلا الاداء في الدوري السعودي نفسه
ميزته في انك انت بتصل بعد الحال المباراه انت ما بتعرفش نتيجتها يعني من الروح وجود اللعيبه والمحترف فاكيد اوكلاند سيتي هيحاول يعمل يعني اداء قوي جدا مع الفريق الاسماء اللي موجوده ويمتلكها اتحاد جده يعني وفي الاخر الاتحاد عوده بنزيما وكان ده هيعمل اللي عليه ما انا بكلمها اعتقد ان نيجلو كانت برضه مضمون يكسب يعني من اول الماتش مش مضمون يكسب من اول الماتش يعني لكن عاوز اقول لك ايه مش مضمونه في ايه في تحولات المباراه ومفاجاتها ممكن يبقى مش يومك فيبقى الاداء لكن بالورقه والقلم هقول لك اتحاد جده هيكسب المباراه وهو مستريح لكن اكيد اوكلاند هيحاول يسعى انه يثبت ان انا اقدم منك في المشوار وشاركت في البطوله كذا لكن بالورقه والقلم وبالاسماء لو هي العمليه بالاسماء هقول له خلاص اتحاد جده ينام حط رجل على رجل وخلص خلاص الماتش خلص خاصه انه جايب مدرب جديد رغم انه هو في تصريحاته رغم انه تصريحاته هو بيديك الانطباع ان احنا مش جاهزين وعندنا اصابات وغيابات لكن لا حريص جدا على انه يكسب المباراه عشان يلعب مباراه تانيه يواجه النادي الاهلي ودي بقى المباراه اللي هي تعتبر ايه الديربي كريمه طيب الديربي والكريمه بالنسبه له الراجل الارجنتيني يعني راح بعيد قال لك انا عايز اعمل المعجزه مع الاتحاد في البطوله دي وقال لك اللي فات خلاص يعني كل ما مضى للاتحاد خسر من ضمك في الدوري السعودي 3 وتراجع ترتيبه للمركز الخامس تقريبا في الدوري السعودي لكن الراجل جالاردو الارجنتيني مدربه الجديد بيقول لك انا قادر على ان انا اعمل معجزه مع الاتحاد وبيشير للفوز بالبطوله او سعيه للبطوله زي ما اتفق معاه كريم بنزيما. هو بيكلم طبعا لعيبه سوبر زي كريم بنزيما تحديدا وطبعا في نجوم كتيره يعني حتى مع غياب لويس فيليبي الايطالي لكن لا الاتحاد بقى فرقه تقيله. عنده ثلاث لعيبه عصام خدوا الكاس يعني كريم بنزيما خد البطوله دي مع ريال مدريد. مع ريال. فابينيو خدها مع ليفربول. كانتي خدها مع تشيلسي. انت معاك لعيبه تقدر تعمل بيها تحولات وعشان كده هو سابق بحته هو بس ايه فاتته حكايه تعمل معاهم معجزه دي لان المفروض انت بقى وانت بتتكلم على الاتحاد وانت جامد قوي ما تبقاش معجزه ولا حاجه لان الطبيعي على ملعبنا لكن هو واضح ان هو مش مالك اوراق اللعبه جوه على التيم المستوى اللي هو فيه على المستوى اللي هو فيه لكنه بيحفز نجوم كبار وده اللي خلاه يعني يصدروا كمان كل اللي قاله بنزيما انما في الاخر الكره الحقيقه يعني في في في, في الكلام 50 50 الكابتن مدحت فقوسه رحمه الله عليه قال لك يا مال الدقيقه 90 جاب جون في الاهلي مره بدأ مرسي بينط عليه كان مساعد معاه ربنا قال له بيحبني قال لهم فرحانين ليه؟ كان مال الدقيقه 90 يعني لو ربنا الله يرحمه الاهلي هيسخن عليا بدري بدري طيب فانت يعني لو قدر ليهم فعلا اوكلاند يبقى هم كمان الحقيقه جايين برضو كتيم يعني ضيف دائم على البطوله قاعدين بقالهم فتره عكس البطولات الثانيه كنا بنرصد انهم بيجوا في 48 72 ساعه وارد برضو ان هم يبحثوا لنفسهم كلاعبين حتى عن مكان في يعني الكره العالميه اللي بقت على ملاعب السعوديه دي لما لا يعني طبعا. هي كله هيحاول يقدم نفسه الله عليك هي قتال قروي بس الحقيقه انا محسوم للاتحاد انا في قلب البطوله من 2005 في كل مره اوكلاند بيقول الكلام ده ايوه وهي بيلعب ماتش ويروح بس بص بقى النادي الاهلي يا جماعه المطلوب ان يكون كله حاضر باللون الاصفر في مباراه الاهلي حد يتكلم بقى عن اي حاجه أوكلن. من مباراه الاهلي او اوكلاند الاهلي يا جماعه هناك فيبقى حاجه كبيره طب في جمله واحده تقلق على الاهلي من مواجهه اتحاد جده لا وهزعل لو لا دي ما لقيتش هوا عند لعيبه الاهلي بقى محمود. دي لا مدرب ولا اداره محمود تقلق على الاهلي اقلق على الاهلي في حاله واحده انه لعيبه الاهلي ما يكونش في حالتهم في المباراه ده اللي انا اقلق منه لكن لو كان لعيبه الاهلي وجهازهم الفني في حالتهم ان شاء الله وتوفيق ربنا اقدر اقول لك انه الاهلي هيعمل مباراه كبيره جدا طيب محمود مش قلقان وعنده شروط وعصام مش قلقان في المطلق لكن نجم الزمالك الكبير البرنس اشرف قاسم هل ممكن يكون قلقان على الاهلي نسمعه هل هناك قلق على الاهلي قبل مباراه اتحاد جده لا في اختلاف يعني هيبقى في فصل في فصل يعني في فصل ما بين البطولة والبطولة برضو النادي الأهلي لما هيروح البطولة دي هو عامل حسابه طب في برواز محطوط لاتحاد جدة في البرواز ده
الفرقه قويه جدا بالرغم انها خسرت اخر مباراه برضه بظروف يعني زي الاهلي بالظبط يعني حتى معظم الفرق اللي هتلعب في كاس العالم الانديه كلها خسرت معظمها خسرت حتى في لومينينسي خسر يعني هو يمكن النادي الاهلي الوحيد اللي مانشستر سيتي خسر بالظبط نعم فلا المباريات دي هتختلف تماما لكن النادي الاهلي لازم يبقى برضه هو عنده اسبوع اسبوع يقدر يعمل الاستشفاء بتاعه كويس قوي يقدر يحط طريقه وشكل الاداء بتاعه لازم يتفرج على المباريات بتاعه نادي الاتحاد عشان يقدر يلعب قدام فرقه قويه زي دي مباراه مش سهله هل الاهلي سيء الحظ باصابه رضا سليم وكل الناس كانت شايفاه لعيب كويس كان هيفرق كتير جدا ناحيه الشمال رضا سليم اصابته تفرق جدا مع الاهلي سبحان الله النصيب ويعني مش بحب حكايه العين دي بس فعلا وقتها اتقال ده بقى رضا وحسين عدل مستواه وتاو وكان برضه عبد القادر عاملين يقول اهو بيحاول يعني لا التيم برضه مليان لعيبه عشان كده رهنا ان هم بقى ولا اداره ولا مدير فني لان دول انا عارف ان عملوا اللي عليهم انت بقى لعيب النادي الاهلي هذا هو كده راجل محترم زي اشرف بيتكلم كلام كوره بقى أي. كلام لا فيه حب ولا كره في علامة عن النادي الأهلي زي محمود بالظبط ما اتكلم عن الكرة وانت بتقول أوكلاند واتحاد جدة لكن في النهاية طبعا في تقيلة هنا لكن ده كلام الكرة الراجل قال كلام كرة طيب ده رأي كابتن الزمالك رأي كابتن الأهلي السابق بقى كابتن وليد صلاح الدين عما ينتظر الأهلي في جدة كاس العالم للأندية الأهلي هيروحوا وبالتالي جمهور الاهلي كله دلوقتي ما بقاش فارق معاه افريقيا قال لك يا سيدي خلاص ماشي طب الماتش ده وخلص طب احنا هنعمل ايه بقى قدام اتحاد جده لا ان شاء الله نكسب الاهلي على طول على طول لازم يا ابراهيم نراهن على الاهلي على طول انه في اي لحظه يرجع زي ما معود خد بالك اللعيبه الاسبوع ده يعني هتشتغل بشكل كويس خد بالك الماتشات مختلفه كل سيناريو مختلف اتحاد جده هيهاجم هيبقى فيه مساحات ممكن السيناريو يختلف مساحات لبيرسي تاو مساحات لكهربا مساحات لحسين الشحات على بس لعيبه النادي الاهلي ان الروح تبقى موجوده طول المباراه صحيح خلينا يعني نسيب بقى اللي فات لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في رجاله النادي الاهلي ان هم يروحوا السعودية باسم وبشخصية النادي الأهلي وإن شاء الله مباراة يعني إذا كان اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي إن شاء الله النادي الأهلي يعديها ويكمل إن شاء الله محمود وليد صلاح مطمن بشرط الروح بس هي دي كلمة السر في النادي الأهلي هو تاريخ النادي إيه الروح الفانيلا الروح الفانيلا أيوه ماشي كلمة سر كل ما تسأل أي حد يقول لك إيه ده اللاعب بيجي كانه بيخش بيلبس حاجه بيطلع حاجه تانية غير اللي احنا شايفينه. قلت نسبيا والناس زعلت والاصوات جت من المدرجات ليه؟ بحب المكان وارتباطها بيه وشافت انه المساله قلت والروح بقت مش في حاجه في خلل. انت محتاج الروح قدام اتحاد جده، اتحاد جده فريق كبير طبعا احترام التاريخ والعلاقات والمقابلات اللي تمت كده التاريخ حاجه والواقع اللي انت عايش فيه حاجه تانية الرد في الملعب بدون كلام يعني لا تحتاج الفتره يومين الثلاثه اللي جايين دول انك تتكلم محتاج ناس مركزه تركيز شديد جدا والرد في احترام الملعب. المنافس وضعه في حقه وحجمه الطبيعي جدا ادائك داخل الملعب ايه التزامك ايه اذا اديت بالروح والله جمهور الاهلي لا يطلب منك لان ان تقاتل حتى اخر دقيقه اكيد باذن الله تعالى التوفيق كلنا عشناها مع فريق الاهلي هي دي وصفه الاهلي في كل البطولات ومهما كانت صعوبه المباريات الروح ثم الروح ثم الروح وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اصدر بيانا وجه فيه التهنئه الى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والى جماهير الاهلي بمناسبه فوز النادي الاهلي بلقب النادي الافضل في افريقيا هذا العام دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بطلا شامخا شكرا جزيلا للأستاذ محمود صبري شكرا أستاذ محمود شكرا أستاذ عصام شكرا أستاذ إبراهيم وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وغدا بإذن الله تعالى الأهلي في المونديال معكم من العاشرة مساء إن شاء الله